ده ايه الباكابورت اللي فتح فيها على الصبح ده؟ من العيال دي كلها وهتقلع على البوكس. It's gym time. اه بحب اروح الجيم بالبوسه. انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عايز ايه؟ من فضلك والله طلع لي الاحراز اللي موجوده عندك الجديده عشان اخدها واطلع على النيابه فورا اسجلها. بانجليزي دي يا مصري. هل انت الواد ده اكتشاف. ايه ساعتك بتكلمني؟ انا جيت. ما اشبع لا ما اشبع وارتدع ديامها تربع. اسمها ايه اللي الصفة دي؟ شركة الكهرباء. وانا اقول فولتها لعالي. شوفتها ترد الروح ويامها مثل الطفل الارجع. غزال بس فرس. ما اشبع لا ما اشبع وارتدع ديامها تربع. ايه هو احنا كنا مفروض نروح الجبل بس بعد ما شفناكي ممكن نروح ورا الجبل؟ تقنطريها وتقنبريها وعينك تسبليها. كله برا من حياتي يا صحبة الله. الروح محتاجة روح ترد فيها الروح. الصبر حقيقي شوف حضرتك مش هرسى البنت دي؟ بنتي. ما انا عارف امال انا مأجراها. يا صباح الكرابيلا باللوز. من الاخر كده انا شاري وانا بايع. ما كفايه مراقبه لصفحتي اطمنوا تحكيتي ملعلعه وحياتي متدلعه وانجازاتي مسمعه. حد لشوق لحاجه ايه؟ شوف 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 كنا فين وبقينا ليه؟ والله يا ريت تقولي لي يومينكم انا لايف. والله العيشه بقت مره لا ورانا حاجه. يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. جوزني بنتي اللي بتاخد 50 بقرة. اتجوزك البنت دي واخد 50 بقرة؟ حلوة الفرصة دي. سلطين ورا التاني وانت يا قلبي وحداني. وانا روحت فين يا فرنسا؟ ارفع ايدك فوق حبيب قلبي حنيمه واجيلك. قال لك تعيش هتشوف المبنى والخيمه وانا شفت ناس يا زمان. اسوأ حاجه لما خنجر الاحباط يجي من اقرب الناس ليك. عشان انت طيبه وعلى نياتك وبيضه قوي من جوه او بيضه كمان من بره. لم نفسك. ايه ستي اللي انت بتعمليه ده؟ ده مش على العلاج اللي الدكتور قال لي عليه. ايه ده؟ استني كده وانت تعرفش الترند بتاعي ولا ايه؟ لا والله. يا دنيا وراكيش غير يا انا في المنطقه والمحطات الفضائيه. لما دق دق ليه؟ الله يخرب بيكم فتحتونا في شارع الجامع الدول العربيه. الله يحكي علينا ويفتح قلبه وعد شرف قالي راح تصدق. اوعي والنبي اضربها على بقها الوليه دي.
يخرب بيتك لبيت اللي جابك. شد الجوانه محمد وادعي لي ربنا ياخدني، اصل انا ماليش في الانتحار والله العظيم. ثلاثة ياكي بالحرام، يعني يا عمري شوفي روحي انتهكي وانبسطي، لانه هذا الرجال ما رح يتزوجك لو شو ما صرتي. حبي تقولي ايه يا ولية يا وسخة يا بنت ال... حتى لو تزوجك رح يقلك ما انا نكتك قبل ما نتزوج. انت ست ما تربيتيش اي دار من نفس حبيبتي. الزواج وهدول الشغلات يعني الرجال اخترعوها مشان ينيكوكن ببلاش. احترمي نفسك يا ولية، احترمي نفسك يا ولية. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. هي دي مش عايز اسمع صوت حد، انا محدش حاسس بيا، انا هفكر في الانتحار. اعوذ بالله. هو ده الكلام، الانتحار هو الحل. انا مش هنتحر، انا هفكر. صحيح، الطاري دايما مفتري. احب البوظه ابو نقطي. ده انا جاي في خناق. هلا قالوا لي يا سوزي انت بيضه كده طبيعي ولا بتاكلي زبادي كتير؟ جبرت فضيت النهارده، اخلع يا اسطى. طبعا يعني لو عجبكم الفيديو شير ولايك ورنوا الجرس وصبري كريب. او سبسكرايب جايز، اوعى تنسى الشير والسبسكرايب.